السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتكم وأخوات فضلات، معكم مستوى صادق. وصلنا إلى الخوارزمية الثالثة من خوارزميات جدولة العمليات، واللي تسمى Priority Scheduling أو جدولة العمليات باستخدام الأولوية. الأولوية هي عبارة عن رقم صحيح يتم تخصيصه لكل عملية، بحيث أنه المعالج يتم تخصيصه إلى العملية ذات الأولوية الأعلى. الأولوية الأعلى اللي هي معناتها أقل رقم، بحيث أنه العملية ذات الأولوية رقم واحد هي تعتبر أعلى أولوية. الأولوية رقم اثنين يعني معناتها أولويتها أقل من رقم واحد، وهكذا. يعني كلما كان الرقم قليلا كلما كانت الأولوية أعلى. وأيضا يعني هناك نوعين من أنواع الجدول بهذه الخوارزمية، قد تكون بري امبتيف أو نون بري امبتيف. بري امبتيف بمعنى أنه إذا كان هناك عملية قيد التنفيذ في داخل المعالج ووصلت عملية أكثر أولوية من عندها، فراح يتم إخراج العملية الحالية وإرجاعها إلى الريدي كيو وإدخال العملية الجديدة ذات الأولوية الأعلى إلى المعالج، وبالتالي هذا ما يسمى بحق الشفعة أو الواسطة، أو يعني تقديم والتأخير. أما في حالة أنه نون بري امبتيف، فمهما كانت أولوية العملية الواصلة حديثا، يجب أن يتم تنفيذ العملية الحالية في داخل المعالج، وبعد ذلك يتم إدخال العملية الجديدة الواصلة حديثا. الخوارزمية السابقة اللي هي Shortest Job First أو الأقصر أولا، هي تعتبر أيضا خوارزمية أولوية، يعني هي مشابهة لهذه الخوارزمية، إلا أنه يعني حاليا البرايورتي الأولوية هي عبارة عن رقم معين يتم تخصيصها للعمليات. سابقا بالنسبة للشورتست جوب فيرست، كانت الأولوية لكل عملية هي مقلوب الزمن المتوقع للتنفيذ، يعني كلما كان الزمن أقل كلما كانت الأولوية أعلى، وبالتالي فهي أولوية كل عملية هي مقلوب زمن التنفيذ الخاص بها. المشكلة في هذه الخوارزمية هو ما يسمى بالستارفيشن اللي تحدثنا عنه سابقا، واللي هو أنه يعني العملية ستعاني من مجاعة كبيرة. العمليات ذات الأولوية القليلة راح يعني may never execute، قد لا تنفذ على الإطلاق، أي أنها تبقى منتظرة مدة طويلة. وإذا كانت هناك preemptive يعني تستمر العمليات الأكثر أولوية بالوصول، يعني تدخل مباشرة إلى المعالج، وتبقى العملية قليلة الأولوية بدون دخول يعني إلى المعالج. الحل لهذه المشكلة أنه هناك ما يسمى بالأيجينج. الأيجينج هي يعني ترجمتها هو يعني زيادة العمر، أي أن العملية كلما تقدمت في الوقت، كلما يعني زادت مدة انتظارها في الطابور، طابور الانتظار، كلما زادت الأولوية الخاصة بها. أي أنه إذا مثلا كان هناك عدة عمليات موجودة أصلا ووصلت عملية قليلة الأولوية، فتنتظر بعد عدة ثواني إذا لم تدخل إلى المعالج، فبالتالي راح تزداد الأولوية الخاصة بها، وبالتالي يعني راح يعني تتغلب على بقية العمليات ويصل لها الدور. المثال على هذه الخوارزمية مثل ما ذكرنا راح يكون عندنا أيضا مجموعة من العمليات والزمن التنفيذ لكل واحدة من العمليات، ولكن هنا إذا كان المطلوب جدولة العمليات باستخدام خوارزمية البرايورتي، فيجب أن يعطى رقم الأولوية الخاص بكل عملية. هنا نلاحظ بأنه الرقم واحد هو معناته الأولوية الأعلى شيء، رقم اثنين بعدها مباشرة، ثلاثة، أربعة، خمسة. فهنا تلاحظ بأنه العملية الأولى التي ستدخل مباشرة، على فرض أنه ليس هناك زمن وصول، أي أن كل العمليات وصلت في نفس الوقت، فالعملية الأولى التي ستدخل إلى المعالج هي الـ P2. هنا تلاحظ أنه الـ P2 دخلت مباشرة عند زمن الصفر، وبما أنه هي مدتها واحد فهي انتهت عند الزمن واحد، يعني ابتدأت عند الصفر وانتهت عند الواحد. بعد ذلك العملية الأكثر أولوية مباشرة بعد الواحد، لأن يعني الواحد انتهت، تأتي مباشرة بعدها العملية الخامسة اللي هي الـ P5، فتدخل عملية P5 عند الثانية رقم واحد، ولأنه زمن تنفيذها هو خمسة، فواحد زائد خمسة يساوي ستة، إذن هي ستنتهي عند الثانية رقم ستة، أو المايكرو سكوند أو الميلي سكوند رقم ستة، هي بالحقيقة ميلي سكوند، يعني في يعني ملي ثانية. بعد ذلك تأتي العملية ذات الأولوية الثالثة مباشرة، اللي هي العملية الأولى واللي زمن تنفيذها عشرة، فعشرة زائد ستة راح يساوي 16، أي أن العملية الأولى ستنتهي عند الثانية أو المايكرو ثانية أو الملي ثانية 16. بعد ذلك تأتينا العملية الثالثة P3، لأنه تسلسلها أربعة، أو الأولوية الخاصة بها أربعة، زمن تنفيذها اثنين، فاثنين زائد 16 يساوي 18. وأخيرا العملية الرابعة اللي هي تسلسلها أو البرايورتي الأولوية الخاصة بها هي خمسة، فبالتالي راح تكون هي آخر عملية تنفذ، لأنه مدتها هي واحد فقط، فراح يكون عندنا واحد زائد 18 يساوي 19. لحساب معدل زمن الانتظار لكل العمليات، فراح نجمع زمن انتظار العملية الأولى اللي هو 6، زائد زمن انتظار العملية الثانية اللي هو 0، زائد زمن انتظار العملية الثالثة اللي هو 16، زمن انتظار العملية الرابعة اللي هو 19، زائد زمن انتظار العملية الخامسة اللي هو 1، نجمعهم ونقسمهم على 5 يساوي 8.2 ملي ثانية أو ملي سكند. هذا هو معدل زمن الانتظار لهذه العمليات. طبعا هذه يعني هذا المثال يعتبر بسيط مثل ما ذكرنا سابقا، اذا كان هناك زمن وصول راح تكون العمليه اعقد، اذا كان هناك بري امبتيف او نون بري امبتيف ايضا راح تضاف لها يعني درجات تعقيد اخرى، وهذه ان شاء الله كلها راح نتحدث عنها في الامثله القادمه.
الخوارزمية الرابعة المهمة في هذا الفصل هي راوند روبن. راوند روبن راوند معناتها دائرية، روبن يعني هو اسم شخص اللي يعني قام باقتراح هذه الخوارزمية. هنا بهذه الحالة راح يكون ليس هناك يعني تقديم وتأخير بالعمليات على أساس زمن وصولها، أو أنه هي أقصر أو أطول، أو أنها يعني تمتلك أولوية أكثر من الأخرى، وإنما كل عملية ستحصل على مدة قصيرة من زمن المعالج الكلي اللي نسميها التايم كوانتم أو كمية الزمن المخصصة لكل عملية، واللي تتراوح عادة ما بين 10 والمئة ملي سكند. بعد انتهاء هذا الزمن، بعد أن ينتهي هذا الزمن، سيتم إخراج هذه العملية preempted، يعني يتم إخراجها من المعالج وإدخال عملية أخرى أيضا لنفس المدة الزمنية، وهكذا يعني ستكون العملية دورية، بحيث أنه إذا كان هناك N من العمليات في طابور الانتظار أو الاستعداد، فإن وكان الزمن المخصص لكل واحد من الاتنين هو Q، فإن كل عملية راح تنتظر واحد على N مضروبة في Q من الزمن يعني الكلي للمعالج، وليس هناك أي عملية ستنتظر أكثر من N minus 1 مضروبة في Q. طبعا هذه مجرد حسابات يعني لكيفية معرفة أقصى زمن تستطيع العملية انتظاره، أو الكمية الزمنية التي ستخصص لكل عملية من زمن المعالج الكلي. التايمر طبعا هنا راح يكون عندنا عداد موجود في الحاسوب أو في جهاز الكمبيوتر، راح يقوم بمقاطعة تنفيذ المعالج بعد كل تايم كوانتم، بعد كل فترة زمنية اللي هي المخصصة أو التايم سلايس، لكي يقوم بجدولة العملية القادمة في الطابور. الأداء الخاص بهذه الخوارزمية إذا كانت الكيو اللي هو الزمن المخصص لكل عملية هو كبير جدا، فإن أدائها راح يقترب من أداء الفيرست كم فيرست سيرت، الخوارزمية الأولى اللي شرحناها. أما إذا كانت الكيو صغيرة جدا فإنها طبعا راح تسبب لنا الكثير من الكونتكست سويتش، راح تسبب الكثير من يعني تغيير السياق العمليات أو إدخال العمليات وإخراج عمليات أخرى. فمهما كانت الكيو صغيرة فإنها يجب أن تبقى أكبر من زمن استبدال العمليات، لأنه otherwise بخلاف ذلك راح يكون عندنا overhead is too high، بحيث أنه إحنا في كل جزء قليل من الزمن راح نقوم بإدخال عملية وإخراج عملية أخرى، إدخال عملية وإخراج عملية أخرى، وبالتالي هذا الشيء راح يستهلك زمن المعالج بدون يعني تخصيصه لشيء مفيد. هنا أيضا أكو عندنا فد مثال بسيط، أنه إذا كانت عندنا ثلاث عمليات، العملية الأولى زمن تنفيذها 24، العملية الثانية 3، والعملية الثالثة 3، وكان عندنا التايم كوانتم في هذه الحالة هو 4، فنقوم بإدخال العملية الأولى عند الثانية 0، على فرض أنه كل العمليات واصلة عند الزمن 0. دخلت العملية الأولى عند الثانية 0، ولكنه لن تبقى يعني حتى تكتمل، لأنه هي مدة تنفيذها 24، ولكنها لن تبقى تكمل 24، وإنما بعد الوصول إلى اللحظة 4 سينتهي التايمر، وراح التايم كوانتم الخاص بهذه العملية اللي هو 4 انتهى. بالتالي السي بي يو سكجولر مجدول المعالج يجب ان يقوم باخراج هذه العمليه، يعمل لها بري امبشن ويدخل العمليه المقبله اللي هي البي 2. البي 2 هنا اصلا هي طولها 3، صحيح انه الزمن المخصص للتايم كوانتم هو 4، الا انها لن تاخذ 4 وانما ستاخذ 3 فقط، لانه بعد ان تكتمل ستخرج مباشره من المعالج وتسمح بالعمليات القادمه بالدخول. فالبي 2 ايضا حصلت على 3 ثواني او 3 ملي سكند او مايكرو سكند، فبالتالي العملية الأولى حصلت على 4 ملي سكند، العملية الثانية حصلت على 3 ملي سكند لأنه هو طولها الكلي 3، العملية الثالثة أيضا حصلت على 3 ملي سكند لأنه أيضا طولها الكلي 3، بعد ذلك رجعت العملية الأولى دخلت يعني أيضا حصلت على 4، ثم في هذه اللحظة أيضا المعالج أو السكجولر مجدول المعالج بحث عن عمليات أخرى وحاول إدخالها، لأنه لم يجد شيئا لأن هذه العمليات أوريدي يعني بالفعل اكتملت، فقام بإدخال العملية الأولى مرة ثانية ثالثة رابعة خامسة إلى أن اكتملت. يعني هنا نفذت 4، ثم هنا 8 12 16 18 24، وبالتالي اكتمل تنفيذها بهذه اللحظة. وأيضا هنا نستطيع حساب الـ average waiting time، بحيث أنه زمن انتظار العملية الأولى 0 زائدا الفرق ما بين خروجها ودخولها مرة أخرى، اللي هو هنا انتظرت العملية P1 10 ناقص 4 اللي هو 6، فزمن انتظار العملية الأولى 6، زمن انتظار العملية الثانية هو 4 فقط، زمن انتظار العملية الثالثة هو 7. نجمعهم ونقسمهم على 3 راح يطلع عندنا الافرج ويتنج تايم اللي هو معدل زمن الانتظار. عادة هذه العملية تنطينا هاير افرج تيرن اراوند ذان ذا شورتست جو فيرست، يعني هنا عادة تنطينا زمن تنفيذ كلي اعلى من اللي تنطينا اياه الشورتست جو فيرست، لانه احنا ذكرنا الشورتست جو فيرست هي الاوبتيمال، الا انها تعطينا بيتر ريسبونس، هنا تعطينا استجابه افضل، اي انه ليس هناك ستارفيشن، ليس هناك عمليه قليله يعني زمن تنفيذها طويل جدا بحيث انه راح تبقى في ذيل الترتيب دائما. فبالتالي هنا استجابه الحواسيب التي تم او نظم التشغيل التي تستخدم هذه الخوارزميه افضل من الشورتست جوب فيرست، على الرغم من انه شورتست جوب فيرست مثل ما ذكرنا هي اوبتيمال، يعني هي المثاليه، لانه تعطي اقل معدل زمن انتظار. ايضا هنا الكيو مثل ما ذكرنا اذا كانت كبيره جدا
يجب أن تكون كبيرة جدا مقارنة بزمن استبدال العمليات. الكيو عادة تكون ما بين 10 والمية ملي سكوند، في حين أن زمن استبدال العمليات اللي هو الكونتكست سويتش عادة يكون أصغر من 10 مايكرو سكوند. 10 مايكرو سكوند يعني 10 أس سالب 6، يعني 1 بالمليون، يعني 10 بالمليون من الثانية، في حين هنا 10 بالألف أو 100 بالألف يعني من الثانية. هنا نلاحظ أيضا يعني إذا كان عندنا هذا الزمن المخصص للعملية، فإذا كان الكوانتم 12 يعني الاستبدال 12، فإن هذه العملية راح تكتمل قبل انتهاء الزمن المخصص لها، فبالتالي لن يكون هناك أي استبدال، يعني ليس هناك كونتكست سويتش أو استبدال السياق. أما إذا كان التايم كوانتم عندنا 6، فهذه العملية راح تقوم بتنفيذ 6 فقط ثم نستبدل، نحتاج أنه ندخل عملية أخرى، فبالتالي راح يحصل عندنا فقط تايم كوانتم 1. أما إذا كانت التايم كوانتم الخاصة بنا هو 1 فقط، فتلاحظ أنه هنا راح يكون عندنا بعد كل واحد راح يصير عندنا كونتكست سويتش، فتلاحظ أنه هنا عندنا يعني حصل عندنا 9 مرات الكونتكست سويتش اللي هو تبديل السياق أو استخراج بعملية معينة من المعالج وإدخال عملية أخرى، فبالتالي تلاحظ أنه هناك يعني تريد أوفس أو يعني مقارنة أو تنازل ما بين الكونتكست سويتش والتايم كوانتم. يجب أن يكون التايم كوانتم كبير جدا لكي نقلل عدد الكونتكست سويتش، ولكنه مثل ما ذكرنا يجب أن لا يكون كبير جدا جدا، لأنه هذا الشيء راح يجعل أداء هذه الخوارزمية مشابه للخوارزمية الأولى اللي هي فيرست كام فيرست سيرفد. فيجب أن طبعا هناك يعني الكثير من البحوث والدراسات على كيفية اختيار التايم كوانتم المثالي لكل واحدة من أنواع العمليات. هنا أيضا نلاحظ بأنه زمن التنفيذ الكلي أو معدل زمن التنفيذ يتغير مع التايم كوانتم، بحيث أنه التايم كوانتم الزمن المخصص أو الشريحة الزمنية المخصصة لكل عملية إذا كانت 1 راح يكون عندنا معدل زمن التنفيذ الكلي هو 11 ملي سكوند، عندما تكون 2 تصعد، عندما تكون 3 تنزل، عندما تكون 4 أو 5 6 يعني هنا عند 5 تصبح يعني الماكسيموم أعلى يعني تيرن أراوند تايم. بعد ذلك راح إذا صار التايم كوانتم أكبر راح تنزل عندنا وتكون يعني قليلة جدا. بالتالي تلاحظ أنه هنا عادة كل هذا النوع من المخططات يتم البحث فيه على أعلى نقطة وأوطأ نقطة، وطبعا نبحث عن يعني الأوبتيماليتي يعني المثالية لهذا النوع من الحسابات. يفضل أنه عادة 80% من زمن المعالج تكون أقصر من الكيو، أقصر من التايم كوانتم. هذا هو كل ما يخص الخوارزميات الأربعة الرئيسية في هذا الفصل، وبقية الفصل راح يكون هو مجرد شرح ل يعني كيفية يعني تركيب هذه الخوارزميات الأربعة سوية في مالتي ليفل كيو وغيرها من الأمور الأخرى. هذه إن شاء الله راح أتحدث عنها في المحاضرات القادمة، ومثل ما وعدناكم إن شاء الله راح تكون المحاضرات القادمة يعني قبل ما نصل إلى هذا المكان راح نشرح عدة أمثلة حقيقية فيها درجة من الصعوبة على الخوارزميات الأربعة السابقة، واللي هي طبعا راح تكون يعني أكثر شيء هو يعني يأتي في الامتحانات. فخليكم ويانا، شكرا جزيلا ومع السلامة.